أقيم في كنيسة سيدة الرعاة للروم الملكين الكاثوليك في بيت ساحور رسيتال ميلادي. رعاه سيادة المطران ياسر عياش بحضور عدد من الآباء الكهنة وكبار المسؤولين وجموع حشدة من المدعوين بمشاركة جوقات عزفت لليلة الميلاد. المزيد حول احتفالات رأس السنة الميلادية في تقرير مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ما زالت الاحتفالات الميلادية حاضرة في الأراضي المقدسة، فتحت رعاية سيادة المطران ياسر العياش النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك في القدس المباركة والمقدسة، أقيم الرسيتال الميلادي 13 بتنظيم من كنيسة وجوقة سيدة الرعاة للروم الكاثوليك في مدينة الرعاة بيت ساحور، وذلك بحضور الأب سهيل فخوري راعي الكنيسة والشماس حنا أبو سعدة وحشد من الكهنة الأجلاء والشمامسة والراهبات من مختلف الكنائس، وبحضور رئيس البلدية الأستاذ هاني الحايك وممثلي المؤسسات في المدينة والوجهاء وحشد من المؤمنين. ابتدأ الاحتفال بكلمات ترحيبية، وبعدها ابتدأت الفرق المشاركة المختلفة بالتراتيل، حيث صدحت الأصوات لتعلو وتنشد تراتيل ميلادية بأجواء رائعة. أكثر من 8 جوقات من المحافظة ومن الجليل اشتركت بالريسيتال الذي نقل الحضور لمغارة الميلاد. رتلوا لطفل المغارة، رتلوا للسلام للمحبة، رتلوا وعزفوا لليلة الميلاد، الليلة المنتظرة لولادة طفل المغارة. هي أصوات تعلو في الأفق لطلب السلام من مدينة الرعاة للعالم أجمع. المسيح ولد فمجدوه. كل سنة اعتادوا بهالرعية، برعية سيدة الرعاة في بيت ساحور، انه يحتفلوا بعيد الميلاد بهالريسيتال الجميل جدا، وتشارك فيه كل الكنائس من كل الطوائف، من كل الطقوس، من كل الرعاية الموجودة في منطقة بيت لحم بيت ساحور هالمنطقة هاي، ويعبروا عن فرحهم وعن استعدادهم لاستقبال سيدنا يسوع المسيح. المسيح يولد حتى يعطينا السلام والفرح والطمأنينة، والسلام إن شاء الله يتحقق في بلادنا في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع. كل عام وانتم بخير، وشكراً للنورسات اللي بترافقنا دائماً في كل صلواتنا في كل احتفالاتنا لحتى لين هي بدورها تحافظ على هالرسالة العظيمة أن تنقل يسوع المسيح إلى قلب كل إنسان أينما وجد وفي كل مكان وجد. اليوم كان في عنا أمسية تراتيل لطفل المغارة
رائعة جدا، أحيتها عدة جوقات إن كان من بيت سحور أو من بيت لحم، وحتى إجونا كمان أشخاص من عبلين شاركونا، وكان رسال قدمنا باقة زهور متنوعة من تراتيل مختلفة للطفل يسوع المسيح بمناسبة ميلاده. بدي أشكر جميع الأشخاص اللي إجوا تعبوا وساعدوا إنه ينجحوا هذا الاحتفال. بدي أشكر جميع وسائل الإعلام برضو اللي كانت موجودة، وخصوصا نرسات الأردن، ونحكي لهم كل عام وإنتوا بألف ألف خير، وإنتوا دائما موجودين معنا ودائما نذكركم بصلواتنا، وشكرا لكم. إن البرايا بأسرها تفرح بك يا ممتلئة نعمة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. فهذا شيء بعطينا الفرح والسرور لكل العالم. إن شاء الله بحل السلام في بلادنا ومنعيش بأمان، وإلنا حضور بين العالم كله لأنه إحنا محبين للسلام وأرضنا أرض السلام. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سيدة الرعاة للروم الكاثوليك بيت ساحور.